مع نهاية هذا الشهر يبدأ التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الذي تم إنشاؤها بمنطقة سريأوس بمدينة الخنكة بمحافظة القليوبية بتكلفة تقدر ب 380 مليون جنيه، حيث تبلغ طاقتها القصوى نحو 145 ألف متر مكعب من المياه. المزيد في هذا التقرير. محافظة القليوبية على موعد مع بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب التي تم إنشاؤها بمنطقة سريقوس بمدينة الخنكة، والتي تعد الأكبر حجما والثانية من نوعها على مستوى الجمهورية. محطة مياه سريقوس تكلفت حوالي 380 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها القصوى 145 ألف متر مكعب من المياه، التي يتم معالجتها وفق نظام المرشح الرملي الديناميكي الذي يتميز باقتصاديته وبقلة الفاقد منه مقارنة بالأنظمة التقليدية الأخرى. احنا بننفذ محطة مياه الشرب في سريعوس بطاقة إنتاجية 145 ألف متر مكعب يوم، ودي تعد من أكبر المحطات اللي في مصر وأكبر محطة بتنفذ في محافظة القليوبية، وتنفذ بنظام حديث جدا اسمه نظام دايناسند فلتر. النظام ده نظام سويدي، ومن ضمن مميزاته ان ما بيشغلش مساحه ارض كبيره، لان معظم محطات المياه بتقام على ضفاف النيل او الترع المتورعه منها، وعلى ان تكلفه الارض في المناطق دي بتكون عاليه جدا، فاحنا عايزين نوفر الارض، فاستخدمنا نظام الدايناسند فلتر ده. ومن ضمن مميزاته ايضا ان هو نسبه الفاقد في المياه بتكون قليله جدا. طاقه المحطه 145 الف متر مكعب يومي. هنا نظام المحطه التحكم فيها الرئيسي او التحكم فيها نوعين، نوع في اللي هو اوتوماتيك اللي هو عن طريق السكادا سيستم بي ال سي سكادا سيستم، والنوع الثاني اللي هو التحكم العادي اللي هو اليدوي. المحطة التي من المقرر افتتاحها بشكل نهائي في يونيو المقبل تم إنشاؤها بأيدي وخبرات مصرية خالصة من خلال الشركات الوطنية. بعتبرها من المحطات العملاقة ضمن أكثر من 70 مشروع للصرف الصحي ومياه الشرب على أرض محافظة القليوبية، ويمكن التكنيك المستخدم أو التقنية المستخدمة في المحطة دي اسمها الدايناساند، ودي يمكن تاني محطة على مستوى الجمهورية بهذه الطريقة، وهي طريقة حديثة ولها مميزات عديدة طبعا المتخصصين هتكلموا عنها. وبقول ان انا سعيد بيعني اكتمال الانشاءات في هذه المحطة وقرب دخولها للعمل، لان يعني الدولة بتهدف الى وصول مياه الشرب الصالحة والصرف الصحي الى كل مدينة وكل قرية على أرض الجمهورية، وسعداء جدا بنسبة الإنجاز اللي بتتم في محافظة القليوبية، يمكن من أصبحت من أكثر المحافظات في تحقيق نسب إنجاز في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب. من المخطط لمحطة مياه سريقوس أن تخدم ما يقرب من نصف مليون من مواطني القليوبية ضمن خطة الدولة لتوفير مختلف الخدمات الأساسية لجميع المواطنين على أرض مصر.